اللوز هنضيف عليه المكونات اللي انتوا شايفينها ديت، هيقلل لك السكر في الدم في خلال 10 دقايق ويظبط لك مستويات السكر في الدم، ومش بس كده لا ده هيرفع المناعة. فازاي اللوز دوت استخدمناه عشان نعالج السكر ونظبط مستويات السكر في الدم؟ يلا بينا نشوف اهميته. ان شاء الله النهارده معانا وصفة في خلال 10 دقايق هتنزل لك مستوى السكر في الدم، مش بس كده لا هتقيقي وهتحميكي وهترفع لك مستوى المناعة عندك. هي مكوناتها كتير بس مفيدة جدا جدا، فتعالوا بينا نشوف ايه اهميتها وايه مكوناتها عشان نستفيد. اللي مش مشترك بقى في القناة ينزل يشترك، واللي مش مفعل الجرس ينزل يفعله عشان يوصل له كل جديدنا، وكل الفيديوهات اللي بنعملها جديدة تنزل لكم على طول. يلا بينا نشوف ايه المكونات اللي معانا دي. اول حاجة هنبتدي بيها هي اللي معانا دوت، هو السوداني. ايوه زي ما انتم شايفين هناخد 20 جرام. بصوا المكونات دي كلها اي حاجه فيها تاخدي منها المقدار 20 جرام، تمام؟ عشان لو نسيت او حاجه اقول وانا بعمل الوصف. 20 جرام من السوداني، السوداني عادي. هو السوداني هنا فكرته ان هو بيسد الشهيه وبيقلل مستوى السكر في الدم وبيتحكم فيه، من الحاجات اللي فيها فايبرز كتير، الياف كتير، فحلوه قوي قوي مفيده. تاني حاجه معانا هنمشي بقى بالترتيب اللي معانا دوت الكاجو. الكاجو من الحاجات المهمة، احنا اصلا هقول لك اهمية الوصفة دي في خلال دقائق معدودة، بس هقول لك ايه مكونات. برضو خدنا 20 جرام من الكاجو، خدنا 20 جرام من ورق الزيتون، خدنا 20 جرام من اللوز، خدنا 20 جرام من عين الجمل. حطينا بقى ايه عندك نعناع او حاجة، تاخدي ايه ورقتين منها كده ناشفين. يبقى المكونات تاني عشان الناس اللي نسيت: سوداني 20 جرام، كاجو 20 جرام، ورق زيتون 20 جرام، لوز 20 جرام، عين جمل 20 جرام. مفيدين؟ ايوه الوصفه دي مهمه ومفيده جدا جدا جدا. يعني انا لو حبيت اصلا احكي لكم عن مكون واحد فيها مهم جدا، هو مثلا ورق الزيتون دوت. ورق الزيتون ده من احلى وافضل وامتع المواد اللي بتنزل السكر بصفه سريعه جدا جدا، ومش بس كده لا ده بيقلل الضغط الدم وبيقلل الكوليسترول الضار ونسبة الدهون الضارة في الدم بيقلل. مش بس كده لا ده بيحافظ على صحة الدماغ، بيحميك الجهاز الهضمي من لو عندك انتفاخ غازات امساك غيره. فورق الزيتون مفيد جدا. المواد التانية بتحسسك بالشبع وتقلل السكر. طب ايه اهميتهم بقى كلهم مع بعض لو خلطناهم كده؟ كلهم بيظبطوا السكر في الدم لاحتوائهم على الياف. الالياف اللي موجودة فيها مفيدة جدا. طب بس بشرط ان المكسرات دي كلها اوعي تضيفي عليها ملحية واحدة. ليه؟ ان الملح فيه صوديوم، والصوديوم هيرفع مستوى ضغط الدم، فبالتالي بلاش تضيفي عليها املاح او مملح. يعني ما تجيبيش سوداني مملح، ما تجيبيش مثلا حاجات عين جمل، الحاجه دي يقول لك ده انا حطيت عليها ايه املاح. لا قولي له عايزاها من غير املاح، كل حاجه منها 20 جرام ما عدا بس ورق الزيتون. ورق الزيتون هتاخدي 5 6 ورقات، انا حاطه كذا حاجه عشان تشوفيها، تشوفي شكل ورق الزيتون. تمام. يبقى اول حاجه قلنا بتظبط مستوى السكر في الدم الاحتواء على الياف كتير، والمكسرات ممنوع فيها تضيف عليها املاح. تاني حاجة ممنوع تجيبي فول سوداني بالشوكولاتة أو كاجو بالعسلية. اه في حاجات من دي على فكرة ممنوع. اللي أنا هقولك عليه تجيبيه سوداني مش متملح أو معلوش عليه أي شوكولاتات، والكاجو برضو نفس الفكرة. طيب ايه تاني برضو الوصفة دي بتعمل؟ بتقلل مستويات السكر في الدم زي ما احنا قلنا خلاص. تاني حاجة بتقلل ضغط الدم والكوليسترول والدهون الضارة. هل بترفع الوزن؟ لا، بالجرامات وبالاحجام اللي احنا قلناها مش بترفع وزنك خالص. لا ده بتحسسك بالشبع، وبالتالي انك مش هتاكلي كتير، بالتالي وزنك مش هيزيد اكتر. فبالتالي الوزن الكميه دي معقوله جدا جدا وكويسه جدا جدا. طيب اهميتها تاني ايه بقى؟ زي ما احنا قلنا بتحافظ برضو على صحه الدماغ وغيره. وبالنسبة يا جماعة في مكون هنا برضو ما نغفلش عنه وأهميته، هو اللوز. اللوز ده موقع ديابيتس، موقع السكر يعني، قال فيه إن أنت لو أخدتي تناول اللوز يوميا بيحافظ على استقرار والسيطرة على نسبة السكر في الدم. فاللوز من الحاجات الكويسة جدا جدا
وافضل الوجبات الخفيفه لمريض السكري اللوز، عشان كده احنا عملناهم كلهم مع بعض. وبيحتوي على نسبه عاليه من المغنيسيوم، عنصر المغنيسيوم عنصر اساسي المريض السكري بيفقده طبعا. لا ده هتلاقيه كتير جدا 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 في اللوز. تمام، ليه فوائد تانية اللوز طبعا لمريض السكري؟ في جميل. فيتامين اي وبروتينات عالية، وبيساعد على نظافة البشرة وبيمنع تساقط الشعر، بيحمي اللوز من مريض السكري ان هو سكره يرفع بشكل عالي قوي. طيب في حاجة بس عايزة اشير عليها، ان في دراسة اتعملت بيقارنوا بين اللوز والخبز والرز المسلوق والبطاطس المهروسة، في ان مين فيهم بيظبط بيأثر على السكر. في المجال الدراسة اتنشرت في مجلة التغذية، ممكن ترجعوا لها. لقوا ايه النتائج؟ لقوا ان اللوز من احلى وهو الافضل اصلا مقارنة بالبطاطس المهروسة والرز المسلوق والخبز، في ان هو بيقلل وبيخفض مستوى السكر في الدم 4 مرات مقارنة بالمواد اللي احنا قلنا عليها. الناس بقى اللي عندهم كوليسترول عالي وغيره، يعتبر المواد المكسرات دي بتقلل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم. طيب النوع التاني عندك برضو هنا في كاجو، صح؟ الكاجو ده ليه أهمية كبيرة جدا جدا، أهميته ان هو بيخلي الجسم يتحسس حساسيته للانسولين تبقى كويسه، بمعنى لو في كميه نقطه او نقطتين من الانسولين تقدر تشيل السكر بسرعه وتدخله جوه الخلايا، فبالتالي الكاجو برضو ليه اهميه في الحوار ده كله. والكاجو النسب الموجود فيه برضو حديد وكالسيوم، الحديد موجود فيه 46% تقريبا يا جماعه، الكالسيوم 6%. اي نعم هو كميته صغيره الكالسيوم اللي في الكاجو، بس حلو. تاني حاجة بالإضافة لفيه عناصر مهمة زي الزنك والمغنيسيوم وفيتامينات زي A والدي وفيتامين E. طب نستخدمهم ازاي بقى المكونات دي؟ هتاخدي 20 جرام من كل حاجة، وهنجيب حاجة نطحن فيها هنا اهو، نطحن فيها ناخد 20 جرام من كل مكون من المكونات دي، ونبدأ. وهنا ناخد كام؟ 5 6 ورقات كده، مش كتير. وبرضو النعناع ما نكترش، و20 جرام من اللوز، ونفس الحوار برضو من السودان او زي ما انتم شايفين كده. ده كله هيتطحن مع بعضه، وبعد ما نتحطهم هوريكم دلوقتي تحطوهم على ايه وتاكلوهم ازاي. يبقى كده بعد ما طحنتيهم هتعملي ايه بقى؟ تمام كده، بعد ما طحنتيهم المكونات دي خدت 20 جرام، هيطلع لك ده كده بودرة كده، بس حاولي تطحني اكتر من كده وتنعميهم اكتر من كده. تمام، كل ما تنعميهم هتبقى المسألة معاكي كويسة ان شاء الله وتجيب نتيجة. ايه ده؟ ده لبن رايب او زبادي خالي الدسم. ده الشرط، لازم تجيبي زبادي خالي الدسم او لبن رايب، وتبدأي تاخدي منه الخليط دوت اللي احنا حطيناه على بعضه اهو، تقلبي وتحاولي بقى يعني ايه تخليهم احسن من كده كمان وتنعميه. تاخدي منه معلقه كبيره، ليه؟ عشان معلقه شاي هناخد قد معلقتين كده، تحطيهم على الزبادي او على الرايب، تكون معلقه يعني ايه كوبايه زبادي مثلا او كوبايه لبن رايب، وتاخدي منها معلقه كبيره وتحطيها، هيجيبوا معاكي نتيجه كويسه جدا جدا. وزي ما احنا قلنا من الحاجات الكويسه اللي بتظبط مستويات السكر في الدم. وشفت اهو بقيت الخليط معانا اهو، هتظبط معاكي مستويات السكر في الدم، وبالتالي هتحافظ لك على صحة بنكرياسك وغيره. اهي بصوا مطحونة اهو، ده بعد ما طحناه يا جماعة اهو، تحط منه معلقة كبيرة كده وتاكليه بقى، تاكلي دوت كده مرة في اليوم، فبالتالي مش هت ممكن نحتفظ بيها. ممكن ده تحتفظ بيه، ممكن تعملي كمية زي دي، تاخدي منه مثلا تقسمي دي نصين، نص مثلا النهارده ونص بكره، مفيش منه مشكله. وتبداي تظبطي دنيتك، وعشان تجيبي نتيجه سريعه لازم تحافظي على اكلك، لازم تحافظي على صحتك، وتعملي رياضه حتى لو رياضه بسيطه. يبقى اللي ضفناه ده بتجيبي الزبادي او لبن راي، تمام، وبتضيفيه، ضيف عليه معلقه كبيره، وبتبداي تاخديه مره في اليوم. فعشان كده الوصفه سهله، هي مكوناتها كتير بس كلها الياف ومفيده، مفيده باحتوائها على بقى مغنيسيوم حديد
ومواد مواد بجد ما تقدريش تعديها لان مكوناتها كتير. يا ريت بقى لو استفدتوا تنزلوا تعملوا لايك واشتراك للفيديو ده عشان اوصل لكم كل جديدنا، وشكرا جدا جدا ليكم على دعمكم. واللي مش مشتركين بقى يا ناس يا جماعة يا ريت ينزلوا يشتركوا في القناة. شكرا ليكم.